يا شيخ عندي استفسار بسيط. تفضل. شنو حكم الأب والأم لما ما يعلموش صغارهم الصلاة؟ علمي نفسك الصلاة، علمي نفسك الصلاة وادعي للأب والأم بالرحمة والهداية، رب ارحمهما كما ربيان الصغيرة. علمتي؟ علمي نفسك الصلاة وادعي لهم، لا تبحثي عن ذنب قصروا به لتعلق ذنبك عليهم. علمي، تعلمي الصلاة وصلي وادعي للأب اللي في سجودك لأبيك وأمك أن يذيقهم الله حلاوة السجود كما ذقتيها. لا تعلق تقصيرك بأبيك وأمك. نعم، شكرا يا نعم.